وشو جايبه معك؟ حلوه باصبعه. كنتي اجليها لوقت انت تعزمينا، هالمره انا عازمتكم ومو حلوه بحقي انت تجيبي معاكي اكل. يوه ما في بيناتنا هيك قصص. انا كنت عم اقول لحالي يعني هلا سكري على هالستيره وامشي فوت لعند البنات. يلا ليكن جوا تفضلي. يلا. لك ايش هو هاد؟ اطيب حراق اصبعه باكله بحياتي. لك سلم ايديك. ميت صحة وهنا. صدقيني صدقيني اشطر طباخة ما بيطلع معها مثل طبخك. هيك ايه والله معك حق. اتاريكي يا درسانة شاطرة بالطبخ. نيال وجوزك عليكي. ايه خلص بقى والله خجلتوني. ايه وصال شلون لقيتي للحراق واصبعه بياخد العقل مو؟ ايه بس يعني لو قلتيلي انه بدك تعملي حراق باصبعه كنت رحت ساعدتك. لا تقبريني ما في داعي. أنا ما كنت عامل حسابي إنه بدي أعملها، بس جوزي يقبر قلبي اشتهاها، أنا حبيت أحسب حسابكم. يي بعت لي حمى على هالنسوة. ياه شو نسيتي؟ نسيت طبق الحلو. منيح اللي نسيتي، لأنه ليكن الحلو قدامكم، مدوا إيدكم. لا ما بيصير، أنا اشتهيتكم فيه وعملته مخصوص مشانكم. رح روح أخطف حالي بسرعة على البيت وأرجع جيبه، إيه؟ إيه؟ يلا ما تطول. إيه لا تطولي. وخلي الباب مفتوح. مزوقة هالبنت مزوقة كتير. يا ريت اسنانكم تكسرت وما اكلتوا شي من تحت ايديها. يوه ليش هيك عم تحكي اختي؟ من شان ما تاكلوا شي من عندها مرة تانية. لك ليش؟ الله وكيلكم الجوز الاخضر ما بتاكل من تحت ايديها. يوه شو عم تحكي انتي؟ ايه لانه لما بتجلي بتشطف الصحون بمية الطنجرة الزفرة. يوه 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 على السمعة هي؟ ييه وريحة الخمة الطالعة والبصل والزفار والثوم. الله يعين جوزك كيف بينام قدامها. وبتنام فيهم كمان؟ ايه وريحة عرقة طالعة. يخرب بيتك يا وصال، انا مسخة وريحة عرقي طالعة وانتي جارتي وعم بحالك بتحبيني على اساس وعم تحكي علي من ورا ظهري. شوفي وصال خانم، انا هالكلام اللي سمعته منك ماني مصدقته ابنه. اسمعي لكان. شوفي كمان، سمعت من جوزي انه جوزها معروف لافي عتنين زعران ومنشان هيك ما عم يجي على البيت. يوه 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 على السمعة هي، والله فهمية مبينة ظريفة. يوه معقول يكون صح هالحكي؟ وانا عم اقول لحالي ليش ما عاد اجي على البيت وما عاد اهتم بالبيت ولا حتى عاد عطاني خرجية مثل العادة. بس يلي بعرفه عن معروف انه من شغله للبيت ومن البيت لشغله، وش كان راح شي محل ما بيروح غير على القهوة، يعني لا بيشرق ولا بيغرب. ايه انتي ما بتعرفي شي. ايه هاتي عارفين يا ست وصال. سمعت من جوزي انه جوزة معروف واخوها مسعود. استغفر الله العظيم ما بدي احكي، خليني ساكتة احسن، ما بحب نم على الناس. مو معقول الحكي، مو معقول بنوب بنوب. اعوذ بالله. اخي وجوزي بيصير خير مثل ما قلت لكم بالحرف. ها اجت فهمية. اهلين فهمية تفضلي. اهلين ست فهمية، شو بلاقيكي جاية عم تلوحي بإيديكي؟ يا سواد وشي منكن، رحت على البيت لتجيبه للصحن، عم لقيت جوزي أخده لرفقاته. يوه قلنا لك ما في داعي تجيبيهم. مو مشكلة تقبريني، وكأنه أكلنا. إيه ما في مشكلة بسيطة، ملحوقة، المرة الجاية إن شاء الله. إيه مدوا إيديكن، تفضلي حبيبتي تفضلي، مدي إيدك. سلم إيديكي. كله الحلو عقصوله. إيه وهذا اللي صار مع فهمية، يبعت لحمة إن شاء الله. لك هلا اتركينا من فهمية وخلينا بموضوعنا اختي. خير اختي شوفي، اهلك عرفوا كل شيء عن جوزك الكذاب؟ لا تقولي عنه كذاب. ايه كذاب وستين كذاب، اصلا انت ما لازم تكوني قبلتي تتجوزيه. انا شو دخلني؟ اهلك هن اللي وافقوا عليه. وافقوا عليه من كتر ما حكى عن فصله واصله، وعنا وما عنا، وبالاخير بيطلع ما عنده شيء. شلون يعني اختي؟ شلون يعني اختي؟ اخواتك راحوا سالوا عنه، وطلع لا وراه ولا قدامه، يعني تجوزك على طمع. اختي وكأنك عرفانة بهالشي؟ شلون يعني ما بدي اعرف وانا عايشة معه؟ عرفانة وساكتة؟ لك اختي شلون متحملي انت شلون؟ ما بدي حملكن همي، هذا نصيبي وانا رضيانة فيه. هذا نصيبك ورضيانة فيه؟ بس اهلك مو رضيانين، وش كان ما جاب المصاري مو ناويله على خير بنوب بنوب. شو يعني؟ بدهن يذبحوه؟ والله لو بياخد مالك خد روحه، بقى فهمي لجوزك يدبر حاله ويرجع المصاري لأبوكي. خاطرك اختي. الله معك، الله يسهل لك اختي. يعني طول هذا كتير، احلى يكون مع شلة الزعران. يي
لي علاقات. فهمية يا فهمية. ايه ابن عمي. شلونك ابن عمي؟ هلا بدك توصلني على بيت اهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. خير شو في؟ مثل ما عم تسمع هلا بدي روح لعند بيت اهلي. لك فهميني شو القصة؟ ليش هالحرد هاد؟ انا مو بس بدي احرد، انا بدي اياك تطلقني. معوج رب الفلك. لك شو صاير لك؟ قولي لي شو في؟ انا ما بقبل جوزي يكون مصاحب شلة زعران ويكونوا عم بيعلموه شغلات. استغفر الله العظيم. لك الله يسامحي، انا مرافق شلة زعران. ايه لك انا مفكرني ما رح اعرف؟ اصلا انا شكني قلبي فيك من لما صرت تغيب عن البيت كل النهار. لك يا بنت الحلال، انا عم غيب عن البيت طول النهار لاني عم بشتغل شغلتين، بس ما كنت خبري. يا على عمتي، عن جد عم تحكي ابن عمي؟ ايه عن جد، هي الحقيقة. وانا ما بكذب يا فهمية، ما بكذب عليكي انا. لا ابن عمي حاشاك، يعني روحاتك مع الزعران وغيبتك. استغفر الله العظيم. هدي هدي لفهمك شو القصة. هدي لك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. مو قلت لك لا تطبخي شيء اليوم؟ ما طبخت شيء ابن عمي، والله ما طبخت. لك عن هذا الحراب اصبعه شو؟ هذا جارتنا فهمية جابته لنا عشان تذوق الصغار اللي قالوا عندي. ايوه احكي احكي، بقي الشغلات اللي عم تخبيها علي. ماني مخبيه ابن عمي، يعني اليوم اختي وجاراتي اجوا زاروني. وشو ضيفتيهم؟ مي، بس مي ابن عمي. بس لك عن هذا الحلو اللي جوا مين جابه؟ جابته اختي، وصلتها تجيبهم معها هي وجايه من السوق. ومين دفع حقه؟ امي ابن عمي، يعني مين بده يدفع حقه؟ عمنا روحي 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 جيبي لي من الحلو اللي دفعت حقه. امرك ابن عمي. يلا يا قرف عمرك. وهيك وانا سمعت هالكلام منهم وطق علي منهم. اساسا فيكي اعل بالاساس انت. الله يسامحك ابن عمي. لك الله يصبرني على جدبتك. ايه هلا انا جدبة. لكن في وحده بتصدق هيك كلام على جوزها، وهي اكثر وحده بتعرفه. هلا انا بالاول ما صدقت، بس 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 شو يعني انت ما لك علاقه بهدول الزعران ابن عمي؟ اعوذ بالله من الحكي تبعك. لك شبك يا بنت عمي شبكي؟ لك انا كل همي اجمع مصاري مشان افتح دكان ونصير ناكل ونشرب ونعلم اولادنا ونكبرهم ونعيش على عيشه. شبكي كروح. الله يخلي لي اياك يا ابن عمي. ايه قومي قومي قومي، اشتهي الملاي، حطي لي اكل، حاكي مع عصافير، بطني عم بتزقزق وما بدي اسمع الكلام منك ولا بزعل منك. الله يرضى عليكي. ايه من عيوني. شو هالنسوان هالون صغير يا الله. استغفر الله. تفضل ابن عمي. ما ضل غيره. ايه منيح ابن عمي. ايه شو بدي اقول لك؟ ابي عم يقول انه مشان المصاري تبعونه. امتى بدك ترجع له اياهم؟ بس يخلص فلوسه من الحصاد تبعي ببيع وبوفر لهم كلياتهم. كل مره بتقول هيك وما شفنا لا ابيض ولا احمر. يعني حرت خلص قلت لك بس بيع بوفر لابوكي. امتى يعني؟ امتى؟ لك فوق يا فوق، ما انا عم قلت لك عايز بكل حارات الشام وحلب ما حدا حلم فيه. عم بتنقي ايه؟ بس بمال ابي اللي تدينته منه وما وفيته اياه. رح اوفيه رح اوفيه. بس قل لي امتى؟ رح اوفيه علينا. خليني طلبي هلا اعملي عباك يا عمي. الله يسد نفسك مثل ما سديتي نفسي. والله هي انا هلا بدي اعمل حالي واطلع للغرفه واقعد على رواق واتسطح واتركك مثل القرد اللي قاتله صاحبه. نعم ما بدهنيني بشيء. بكون أحسن. يضرب حظي المسخم أنا. افتحي افتحي تمي. كل إن شاء الله عوافي. على قلبك ابن عمي. إيه ستي. وهلا بدي أعرف منك مين هدول عم يعبوا راسك علي ويقولوا لك انه انا عم بطلع مع زهران وبعرف شو؟ هيك سمعت؟ لا بدك تقولي من مين سمعتي؟ نسوان ابن عمي نسوان. ايوه. ومين هدول النسوان اللي بده يوقعوا بين المرأة وجوزها ويعبوا راسها ابصر شو بدهم شو في وراهم؟
هلا انا ما بيهمني شو في وراهم وشو بدهم، يلي بيهمني انك ما طلعت هيك. لك اعوذ بالله شو هالحكي؟ لك انا ما كنت بدي اقول لك، بس هلا بدي اقول لك. شو هي ابن عمي؟ يا ستي اليوم قلت له المعلمي بدي سلفي عساس يعطيني اياها بكره، بس ما قلتي لي لشو بدي سلفي. لشو بدك اياها؟ لانه بدي اشتري لك اسواره ذهب وقول لك انه عم بشتغل شغلتين مشان جمع مصاري واشتري دكان. لك الله يخلي لي اياك يا ابن عمي، بجاه كل مين له جاه عند رب العالمين. لك الله يخلي لي اياكي والله يرضى عليكي. كنت قاعده بامان الله وما اسمع لك غير هالكف رن باذني رن، كانه انا اللي اكلته. يو من وين هالصوت؟ من وين يعني بده يكون؟ من عن جيراننا. قصدك بيت فهميه؟ ليش مين في غيرهم بيتهم بلزق بيتنا الكحوبه؟ يو وليش ضربها؟ شو بعرفني؟ بس والله زعلت عليها، كل الليل قاعده عم تبكي وتنوح وما طيب خاطره بكلمه. يا حرام يا فهميه، مسكينه ما بتستاهل. تعرفي انا كثير عم بتضايق من جيرتها، يعني انا وجوزي بنضل نلعب مع بعض ونمزح ونضحك، بخليه يوطي صوته مشان ما تتحسس حرام. معلش حبيبتي تحملوها، شنو باينت جوزها غليظ. عن جد الله يعينه. انا سمعت الكلام الكذب يلي حكته عني وصال، يعني مو بعيده تكون قصه الزعران كمان كذب. إذا طلعت القصة كذب طيب ليش عم تعمل هيك؟ ليش بدها تنزع سمعتي وسمعت جوزي بين الناس؟ أنا لازم أتأكد، لازم. يا سامح وقف إلا سامح. يا لطيف شو هالصوت؟ لا كأنه صوت جوزي سامح؟ اه كان خرز بعيدة رح تشوف شي هوا من هيك. يو شو هالصوت ها؟ العمى شو انك واحد واطي؟ سامح لخيرك خياري شو صاير معك؟ مين هدول؟ والله ما بعرف شو بيعرفني الناس هيك. الله لا يوفقه بلا النبي. هذا اسمه البلا. تعا تعا ايه تعا تعا. مين؟ انا جاركم معروف اختي. افتحي جوزك شوي تعبان. ما بيقدر واقف على رجليه. امي علامتي ان شاء الله. لا افتحي. طيب اخي انا رح افتح الباب وبعد عنه وانتوا فوتوا براحتكم. يلا يلا خذي طريق يلا يلا. تفضل اخي فوت. يلا يا رب الله فوتك. فوت سامح فوت الله لا يوفقك. يلا 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 فوت اخي فوت. وين غرفة النوم تبعك؟ وين؟ لا 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 جار لا خلينا بارض ديار قهوه وارطب. تعال اخي تعال طالع كسر ايديهم بجاه النبي. ايه يخرب ايه. بيته. عود اخي عود شوي 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 شوي. معلش معلش يا طول بالك يخرب بيته. آه. لك ما قلت لي عرفت واحد منه؟ انا بس بدي افهم شو هالشغل يلي بضل لهلا. خير خير ان شاء الله. اخ هدول الديانه هدول الديانه يا اخي معروف، يعني الحق معهم، يعني صبروا علي كثير وانا ما معي عطيهم. يعني شوفت عيدك ما في بجيبتي ولا متليك، واني صلهم زمان صابرين علي، بس هلا خلاص عم بيهددوني انه يقتلوني. والله لك شو يدوك ما يتلوه؟ شو الحاره سايبه يا اخي؟ يا اخي لك هدول ما بتفرق معهم، ما بيهمهم شيء، بيهمهم المصاري بس. ان شاء الله ما بيصير شيء. ان شاء الله، بس اذا صار وصيتي لك انه مرتي. لك لا تكمل شو هالحكي ها؟ مشكلتك محلولة ان شاء الله. ولك شلون محلولة؟ شلون محلولة اذا انا ما معي ولا متليك؟ خذهم. اعوذ بالله ما ببلهم. لا علي جيري لتاخذهم وتفك ديتك فيهم، شو هالحكي ها؟ دين ها؟ امانة دين 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 ايوه دين وبترجع لي اياهم منيح.
الله يشور في خاطرك عبد ما عم تشور في خاطري. لك شو هالحكي؟ نحن لبعض يا رجل شباب. ما في منك يا جار. الله يخلي لنا يا جار ويطول بعمرك ويديمك فوق راسنا. ستر وطب الله انت احسن من الاخ واحن من الاب والام. الله يشور في خاطري. روي الله يخلي لنا اياك. ماشي. السلام عليكم. هلا بدي افهم وين كنت؟ هدي هدي علي شوي. كنت عن جارنا سامح. ليش بقى؟ هدي لحكي لك هدي. وهي قاعدة. ايه يا سلام، هلا الوحش وبينام وما في عليه ولا متليك دين. شلون ما في عليه ولا متليك دين؟ ليش هدول مو دين لجارنا؟ لا لا لا، نحن بين الجيران ما في دين، اهل اهل يعني. شو بفهم من هالحكي؟ بتفهمي من هالحكي انه بتقومي بتنضربي على قامتك وبتعملي لي لقمه اكلها لانه جوعان. امرك بس بدي افهم منك. ما تفهمي شيء عم يلعو قلبك. الهي شو بدي احكي انت؟ حاضر. لك امي من وشي بقى. ايه اخ بس والله القتله وجعتني. اي 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 عصعوصي. ما كان لازم تعطي المصاري لجارنا، ما كان لازم. لك يا بنت الحلال، هي فكر بي فكر بي. بتفكر بطلع له وبتكربنا إلنا؟ لك يا فهمية، هذا دين، دين رح يرجع لنا اياه. اي ان شاء الله. بس انا مستغربة من كل هالقصة. لك من شو مستغربة؟ اهلا لمرته معهم كتير مصاري وعلى حكيها كرمه كتير. ابي يتدين منه، ليش لحتى يتدين منا؟ اي بس نحنا ما بنعرف شو صاير بيناتهم. وصال على طول بتمدح علاقة جوزها بأهلها وبتضل بتقلي قديش هو منيح معهم وبضل رايح جاي عم بيزقلهم غراط. بس في كتير رجال ما بيهون عليهم ياخدوا مصاري من بيت حماهم يا فهمية. ايه بجوز. رح اقوم حط الأكل. يا ميت أهلا وسهلا بالصبايا، نورتوني، اشتقت لكم خيرات الله. بالمأهل يا تبريني. ايه شو أخباركم؟ يي شو في عندي أخبار، وأولهم على فهمية خالو. يو شو بها فهمية؟ مو قتاري لكم إنه هي فاتحة بيت جوزها ومعيشته؟ يو شو هالحكي ها؟ مثل ما عم قلكن، هي اللي بتصرف على البيت وأهلها بيبعتولها منشان جوزها يضل ساكت وما يعمل لها مشاكل. ايه بس أنا بعرف إنه جوزها مانو هيك. شو بتعرفي يا بعدي؟ زلمة شهم وقبضاي وما بيخلي مرته معتازة شي. هذا من برا، أما من جوا مدوقة الأمرين ومقصر عليها بكل شي حتى بالمصروف. أيوة، لا طالما هي اللي بتصرف على بيت جوزها، معناها وين بيروح المصاري اللي بيطالعوا من الشغل؟ الله أعلم. ومبارحة، هل مبارحة أجا تدين من جوزي مصاري؟ عن جد عم تحكي؟ مثل ماني شايفتك. مسكيني هالفهمية، شو طلع حظها مسخم؟ حبيبتي يمكن لأنه نيتها مو صافية، الله ما عم ييسر لأمورها. يمكن. قايمة أعملكن قهوة تقبريني. يا الله يا رب، يا الله يا كريم يا رب. أهلين يا تاج راسي. أهلين. جهزت لك الأكل مشان هلأ تاكل وتحكي لي شو صار معك ببيت أهلي. شو جاب سيرة بيت أهلك هلأ؟ مو أنت رحت لعندهم اليوم مشان سدوا الدين لأبي؟ لا لا، ما رح سد دين أبوكي، يعني هاي شغلة حطيها ببالك هلأ مو وقتها. ليش هلأ مو وقتها؟ لك إمتى وقتها؟ لأنه أنا عندي غير دين لازم سده. أيوة، دين الزعران اللي لافي عليهم مو هيك؟ راسي وليك أحسن لك. وإذا ما خلصت؟ أنا بخلصك براسي. يو شو الصوت ها؟ هي أكيد وصال وجوزة، الله يهدي باله. من عمي إن شاء الله. هي القتلة اللي أكلتيها هلا مشان تتعودي إنه ما تحكي وتاخدي وتعطي معي بكل شغلة. بدك يعني ما أخذ وأعطي معك وتحملنا أهلي بسبب المصاري اللي تدينتهم منهم؟ ولك سدي حالك بقى شيء. رح سدوا لحلي. ايه. بس يكون بمعلومك إنه أهلي ما رح يتركوك بحالك بنوب بنوب. ايه دخيلك أحمد ما عندهم يطبخوه. ايه تصطفل شو عمل لك يعني؟ ايه صفل. قومي من وشي، قومي جيبي لي كاسة مي يلا. أمرك. نقلعي. يعني يطبخوه أهلي. ايه
رفع عمرك. فهمية يا فهمية وينك؟ ليكني يا ابن عمي ليكني. ليش عم تعيط؟ هلا انت اهلك عم يصرفوا علي وعلى بيتي؟ نعم. واهلك بضلوا يبعثوا لك مصاري لاني عم بعملكم مشاكل؟ مين حاكي هذا الحكي مين؟ انت قالي نسوان الحارة. اعوذ بالله انا اقول عنك كلمة عاطلة لحتى احكي هذا الكلام اللي بيسم البدن. جوز غالية هو اللي حكالي. غالية؟ ايه. وهلا انا متدين من سامح مصاري مو هو اللي متدين مني. ايوه. من ثلاث ايام قلتي لي رح يمرق جوزك لعند ابي ويرد له المصاري ولهلا ما بين العينتين. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. شوفي اختي احكي. والله من الاول ما صدقت الحكي اللي حكيته عليكي وصال، وكنت بدي خبرك بس ما بدي اعمل مشاكل. وصال هيك عم تعمل؟ طب ليه عم بتشوه لي سمعتي؟ حسد وغيره وضيقت عين تقبريني. وبرايك هذا الشيء مو حرام يا غاليه؟ ايه طبعا حرام طبعا، يبلاه لسانه بالقص الهي. شوفي يا غاليه انت غلطتي ولازم تصلحي هالغلط. وانا جاهزه. حلو، معناتها بدي اياكي تروحي لعند هي وصال وتقلي لها بعتتني فهميه لعندك لحتى اعزمكم على ست زبقي. ايوه، وليش ما اجت حضرتها عزمتنا؟ هي عم تطبخ. شو ليكون مو معبيه عينك يا بعدي؟ لا تقبريني، معبيه عيني ومكتره. شو ما رح تجوا؟ بلا منجي. بلا ان شاء الله. اصبح بخاطركم. الله معك. اسمع لقلك، بتروح بتجيب جوزها لوصال وبتجوا لهون بسرعة. ليش؟ ما فهمت. مثل ما عم قلك ابن عمي خلص تايرني. يلا روح. طيب ماشي. أنا رح فرجيك يا وصال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بستة وصال. بالمهلي تقبريني. ايه شو هاد ريحة الست زبقة معبية الحارة؟ ايه وهيك قال لي جوزي كمان وقت اللي اجا. ايه روح اسكبي له صحن، خطاي بيكون جوعان. ايه بعدها يروح يجيب جوزك ويجوا ياكلوا سوا، شنو الاكل بالجمعة بيكون اطيب. جوزي؟ وين بدهم ياكلوا هون؟ لا بنسكب لهم بياكلوا جوا بالغرفة. شرفك يا سامي، اهلا وسهلا. الله يجبر بخاطرك، الله يرزقك، الله يعزك الهي. بدي اتاكد من جوزك اذا هذا الكلام هو اللي حاكيه عن جوزي واخي انهم بيروحوا على اماكن. استغفر الله العظيم. انت شو بدك بهذا الحكي هلا؟ بعدين مين قال لك؟ لا اكيد مو انت ست وصال، معاذ الله. هيك هلا شو بدنا بهالحكي؟ خلينا نسكب لهم ياكلوا بعدين بنكمل. لا قبل الاكل بدي اعرف مين حاكي عني انه انا وسخه وريحتي خمه. ما عاش اللي بيحكي عليك هيك. وبدي اعرف كمان مين اللي قال انه انا بقعد قدام جوزي بتياب البيت نفسه وبغسل الغسيلات بمية الزفر. وكمان بدي اعرف مين اللي قال انه جوزي عايش على خيري وخير اهلي. مشان الله فهمية، مو وقته هذا الحكي هلا. لكن ايمت وقته ست وصال؟ انا كنت عم سليهم مو اكتر. لا الله لا يوفقك يا وصال، عم تطحيني قدام الحارة. حسابك معي بعدين. لا حول ولا قوة الا بالله. ولي على قامتي رحت فيه. لكن هذا لسانك الطويل هيك بيعمل فيكي واكثر. مشان تشوفي يا وصال لسانك حصانك، انصنتي صانك وانخنتي خانك. امور سيدي. عليك شكوى سرقه من بيت عمك ابو مرتك. ايوه عملوها يعني. ماشي سيدي ماشي، هلا بلحق على الكركون. يلا ناطرك. عملوها اهلك؟ سامح انا يا ما قلت لك، قلت لك رجع له الدين لابي، انت ما كنت تسمع مني. انك يا ابي قالك انت طالق طالق طالق. الله لا يوفقك يا سامح، الله لا يسامحك. لا انا بقلبك قالك بيرفعوا علي لك انا